عارفه يا هبه، في حاجات كتير قوي من اللي بناكلها في اليوم او بنتناولها عموما، خصوصا لو هي معروف عنها ان هي صحيه، ممكن احنا نكون بنتناولها بالشكل الخطا. يعني بنضيع اصلا كل القيمه الغذائيه اللي القيمه الغذائيه اللي احنا المفروض نستفادها منها لو طبخناها او تناولناها بشكل غلط. انا في اشياء مثلا ما اقدر اكل الفاكهه زي ما هي، اقوم اشربها عصير، فاعرف ان اللي بعمله مرات يكون غلط لاني في قيم غذائيه بتفقدها. والمرات العكس الصحيح، يعني لو كان عصير بيكون احسن لو كان جامد. لا بس كمان بتفقد الالياف والفايبرز الطبيعيه اللي فيها وكتير من الفوائد بتاعتها، فحاولي تاكلي الفاكهه ان شاء الله. بس كمان غير الفاكهه عندنا البروكلي. أصح وأحسن طريقة إن إحنا ناكل بيها البروكلي هي لو طهيناه على البخار أو عملنا له حاجة اسمها بلانشينج، أو اللي هو خضة، يعني بالعربي خضة، حطيناه في مية مغلية لمدة 30 ثانية، من 30 ثانية ل 40 ثانية، وبعد كده حطيناه في حمام تلج. ده بيوقف الطهي بتاعه بسرعة جداً، وبيخلي ان هو يحافظ على كل القيم الغذائيه اللي فيه. سواء البروكلي احطه في مويه حاره 30 ثانيه وعلى طول بعدين ميه بتغلي مع الملح لو حابه، وبعد كده على طول ميه بتلج. اوكي. ده هيخلي كمان لونه اخضر، عشان كده في ناس تقول ليه البروكلي بيصفر مني. الحاجه كمان اللي يمكن مش كل الناس عارفاها، انه الاستفاده الاحسن من البطاطس، او احنا بنقول بطاطس اللي هي البطاطا، هي خصوصا لما تكون ممكن سلقناها ودخلناها في سلطة، أو رجعناها لدرجة حرارة الغرفة بعد لما طهيناها أو حتى بردناها. ليه بقى؟ بتلاحظي أنه لو بطاطس مسلوقة مثلا، الأحسن أن أنت تسلقيها بقشرتها وبعد كده تقشريها. اوكي. اصلا بتسهل القشره حقتها وبتطلع اطعم. اسهل اسهل طبعا في التقطيع، بس كمان بتحافظ على النشويات اللي فيها. فمنها بنستفيد بالسكريات المفيده والنشويات اللي احنا فعلا محتاجينها منها. طب ايه احسن طريقه تتناولي بيها البيض؟ اكيد لو كان البيض مسلوق، لانه احس كل القيمه الغذائيه فيه كامله، ودائما احرص اي وجبه فطور تكون فيها بيض مسلوق. صحيح. وكمان لما بنتناول البيض مسلوق، ده بيساعد ان هو يحفظ ال 75 سعر حراري اللي هو فيه، على عكس طبعا المخفوق، وهو بيحتوي على 6 جرامات من البروتين اللي احنا محتاجينه. يعني تخيلي حجمها قد ايه قليل، ولكن نسبتها في البروتينات عالية. المفيدة عالية جدا. كمان من الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها، انه لو تناولنا خضروات معلبة، هي اوريدي وهي معلبة تعتبر مطهوة بشكل ما، يعني هي محطوطة في ماء تخليل او ايا كان المحلول، او مسلوقة قبل كده او معدة قبل كده، فما نرجعش نطبخها تاني، طبعا هتصبح بس يعني شكل جماد، مش هيبقى ليها اي علاقة خالص باي حاجة مفيدة بالاكل. يعني من الحاجات كمان الأساسية اللي يمكن ناس كتير مش بتنتبه لها، هي المكرونة. المكرونة لو سلقناها زيادة عن اللازم، بتتحول إن هي تبقى صافت قوي أو طرية جدا، بايشة. مظبوط. المكرونة البايشة دي على طول بتتحول لسكريات في جسمنا، ونسبة الامتصاص بتاعت السكريات ليها أو لجسمنا ليها بيبقى بالشكل الخاطئ، وده طبعا يعني حاجة مش مفيدة بالنسبة لنا، خصوصا لمحبي الباستا. أنا أحب الباستا، بس حلو أنك بتعرفي الوقت المعين اللي هم حاطين لك هو في العلبة، يعني حاطين لك 5 ل 10 دقائق. صح. اسمع كلامهم، لانه هم ادرى بالمكرونه حقتهم. تعرفي كمان ممكن تخلصي تسويه المكرونه في الصوص نفسه، فده بيبقى طعمه احسن. اخر حاجه، ودي شخصيا حاجه انا بالنسبه لي مميزه جدا، يمكن مش كل الناس بتحبها، بس انا شايفه ان هي مفيده جدا، وهي تناول الملفوف او الكابج، يعني اللي هو الكرنب. يعني هو بحاول اقول بكل اللغات. ايه اصح طريقه لاكل الملفوف او تناول الملفوف؟ هي عن طريق التخليل. ودي طريقه كانوا بيستعملوها القدماء في كوريا وفي اليابان، وهي
بتفعل او بتحفز البروبيوتيك او البكتيريا المفيده جدا اللي انت محتاجاها علشان جسمك يكون في اصح حال. احنا عندنا الانتي بايوتيك وعندنا البروبيوتيك، فدي من الوجبات او من الحاجات اللي بنتناولها خصوصا لو هي مخلله، بتساعد وبتحفز البكتيريا المفيده ان هي تنشط في جسمنا، وده طبعا بيزود المناعه وبيساعدنا على حاجات كتير جدا. مريت انا ما راح اشكرك كل المعلومات هذه، ان شاء الله هرجع اطبقها في طريقه اكلي، هعمل لك واحد بروبايوتيك كده في طبق.